إن جرت أطواره دون جمهور استقبل فريق شبيبة بيجاي الباحث عن الديكليك وتذوق طعم ثاني فوز بعد الذي كان في الجولة الأولى. استقبل اتحاد بسكرة الطامح لمواصلة مشواره الطيب والبقاء في الطالعة. المباراة كانت سجالا شوطا بشوط. في المرحلة الأولى شبيبة بيجاي دخلت مباشرة في المفيد، وبعد فرصتين ضائعتين الثالثة أتت بأكلها عن طريق رأسية محكمة من غانم أسكنت الكرة الشباك، وكان ذلك عند الدقيقة 13. الحس الهجومي والرد من أبناء الزبان في هذه المرحلة لم يكن بالقوة اللازمة، والبحث الحثيث عن التعديل أفقدهم صلابة الدفاع، ما أسفر عن هدف ثان للشبيبة بعد 5 دقائق فقط من الأول، والإمضاء هذه المرة من بدر الدينباهي. هدف أعاد الثقة لصفوف الجي اس ام بي وعزز شغف التسجيل والتعميق، إلا أن التضييع المتكرر حال دون ذلك لتنتهي المرحلة الأولى لصالح أصحاب الديار بهدفين نظيفين. المرحلة